بدأت في الساعة 8:00 من صباح اليوم انتخابات الإعادة في الجولة الثالثة بمحافظة الدقهلية. فقد شهدت مقار اللجان التي يبلغ عددها 1748 مقارا تضم 3058 لجنة فرعية، وذلك بعد إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولى بالمنصورة إقبال قليل نسبيا مقارنة بالجولة الأولى من قبل الناخبين الذي يبلغ عددهم بالدوائر الخمس الباقية 291,166 ناخبا. وقد اتسمت عملية الاقتراع بالهدوء وحسن التنظيم من قبل رجال القوات المسلحة والداخلية. أنا جيت انتخب النهاردة طبعا عشان أعبر عن رأيي وانتخب النائب اللي يصلح البرلمان، وخصوصا ان احنا الأيام الجاية البرلمان هيبقى له دور مهم جدا، مش هيقتصر مش هنقول دور دستوري، لا هو الأول النائب هيبقى له دور تشريعي، فاحنا عايزين طبعا ان احنا كل الناس تطلع وتدلي بأصواتها. إن شاء الله ربنا يوفقهم ويوفق الناس اللي هتنجح أو نجحت لخدمة مصر أولا ثم خدمة القرية ثانيا. أول مرة ألاقي الصوت هيكون ليه قيمة بعد كده، وهيكون في تغيير في مصر، مش قبل كده كان ما حسش اللي صوت ليه قيمة، دلوقتي أنا طلع عشان أغير، حتى في الإعادة حسيت اللي هي قيمة في البلد ديت وطلع أغير بجد ونفسه أغير. بصراحة إحنا بننتخب عضو مجلس الشعب يكون عنده استعداد للتشريع والمساهمة في وضع الدستور الجديد للبلد اللي هو يحقق جميع طوائف الشعب. جولة الإعادة يتنافس عليها في مقاعد الفرد 20 منافسا بالدوائر الخمس بعد إلغاء الدائرة الأولى بالمنصورة. ففي الدائرة الخامسة بأجا تشهد العملية الانتخابية على مقاعدي الفرد والفئات منافسة محتدمة بين 4 مرشحين، 2 من العمال وآخرين من الفئات. الناس كلها متعاونة، ولو في أي تجاوزات بسيطة احنا كلنا في مرحلة جديدة وبنتعلم منها، فالناس بتستجيب لو في أي تجاوزات وبننبه الناس ليها، الناس بتستجيب فورا والناس متعاونة معانا وما فيش أي مشكلة والحمد لله. مدى الإقبال يا فندم عامل ازاي؟ مدى الإقبال هو معقول، هو هنا ما تحسش في القرية، هنا ما تحسش ان في إقبال، يعني ما تحسهاش، بس بتحسها في نهاية اليوم ان في عدد حضر، لان هنا بيجوا على فترات، ففي نهاية اليوم بتلاقي في عدد حضر وبتلاقي الإقبال كان نسبته في الفترة الأولانية كانت 80% في اول يوم في الانتخابات الفترة في الاسبوع اللي فات، فمتوقع برضو ان ايه في نهاية اليوم برضو هتلاقي عدد مقبول حضر. تنتخب اللي هيدلي صوته اللي هو يستحقه اللي يمثلني عشان يعرف بعد كده يجيب له حقوقي. احنا كنا الاول كان في تزوير في الانتخابات وحاجات، انما دلوقتي خلاص الحمد لله، فلازم نبدي بصوتنا، والمرأة دلوقتي قايمة بدور كبير اهو حضرتك شايف، وادي احنا ماشيين ما نشوف هيعملوا ايه، نبات هنجرب. وطبعا دي تاني مرة في الانتخابات كالقاعدة زي الأول مرة كان عند رأينا، لأن رأي سليم وحسينا أن صوتنا بيوصل بأمانة وبصدق وفي مصداقية في الانتخابات المرة دي، فعشان كده نزلنا ندي صوتنا، وإحنا عايزين اللي يمثلنا في المجلس يبقى الأمانة والصدق ويحس بينا ويحس بالناس الغلابة، يحس بينا كلنا كوطن واحد كشعب واحد كأسرة واحدة. يعود المشهد الانتخابي في صورة الإعادة ليعكس إرادة حقيقية من قبل الناخبين في اختيار من يمثلهم في برلمان الثورة. أما المرشحون أنفسهم فالمنافسة بينهم محتدمة، فالجولة هي الأخيرة ولا تقبل القسمة على 2، فلا بد من فائز واحد.